بينيتورك الخوت، اخبار سلبيه واخبار ايجابيه. كما كتشوفوا دابا غادي ندخلوا لابليكاسيون ديال بينيتورك اللي ما متخلاش يتخلى الخوت، راكم عارفين بقى والو. دابا بقى تقريبا شي شهر لكاع ولا شهرين، المهم غادي تشوفوا في البانر ديال لابليكاسيون. اوكي دابا ندخلوا نعتنوا الناس اللي عندي في سيكوريتي كونتريبيوشن. تبارك الله عليكم الخوت. المهم انتما كما كتشوفوا البالانس ديالي مثلا كاين واحد ان فيريفايد بالانس وكاين واحد ترانسفيرابل بالانس تو ماين نت. هاد ان فيريفايد بالانس جمعتو انا والفرقه ديالي سايكل سيستم. المهم هذوك الناس اللي عندهم عندي في الريفيرال، دوك خمسه منهم اللي اختاريت وكنت عندنا انا وياه، فهمتوا الخوت؟ هادو البالانس اللي جمعنا. دابا باش تحقق هاد البالانس هذا خاص كل واحد فيهم يدير الكاي واي سي، يعني يحقق الهويه ديالو، فهمتيني؟ كل واحد فيهم يحقق الهويه ديالو. ملي غنتحققوا كاملين في الهويه طق هاد البالانس كامل غادي يجي عندنا. وهذا دايس، هذا دايس، هذا هو اللي الريت العادي بحال انا ما عطيت ريفيرال ديالي لتا شي واحد. هذا ما كان، هذا حتى هو من نحقق انا بوحدي الكا واي سي غادي يدوز المين نت، الوالد ديال المين نت. ولكن كاينه واحد الاوبسيون مهمه بزاف، لوك اب بالانس. لوك اب بالانس تيقول لك شحال بغيتي دير لوك اب، يعني تسد على فلوسك، ولكن شحال ما درتي شحال ما الماينين ريت بوست غادي، شحال ما الماينين ديالك غادي يتبوست. لوك اب بالانس مثلا بغيتي 100% دير 100% سي موا مثلا ينقص الماينين ريت ديالك، تروازو غيزيد الماينين ديال ريت ديالك مثلا 50%. انتما شوف خنا خصك تفكر بحكمه مزيان شحال بغيتي دير لوك اب، حيت راك عارف الابليكاسيون ملي كتدخل في السوق كتهبط الثمن ديالك، فهمتيني؟ كيهبط الثمن ديالها وعاد كيبدا يطلع بشويه بشويه بشويه. هذا ما كان، يعني خصك انت تفكر مزيان ودير داكشي بحكمه.